إذن كما نراه منورنا بالحضور دكتور عباد ياسين، حتى نتحدث أكثر على عمليات التجميل والتقنيات وكل التطورات في هذا المجال. نرحب بك، صباح الخير. صباح الخير، نشكركم الدعوة، الله ميرسي بوكو. يسلمك. كاين هذا الدومين افكتيمون اللي نهضروا عليه، ما نهضروش عليه بزاف، والتشويهات تاع الاطفال في الازدياد الزياده باردون. صح، الجراحة التجميل عندنا بزاف نوعيات، سي تري لارج اتوندو. كاين تجميل، كاين ترميم، مي تشويه عند الاطفال وكي كبروا، كاين ناس بزاف ما على بالهمش بلي كاين عمليات اللي نقدروا كيما نقولوا نرموا. يعني وانت يعني وش الحالات اللي تستدعي القيام دكتور بعمليات ترميم؟ فوالا، الترميم تاع الاطفال هادو يبداو بون لا نيسونس. المشكل واش يصرا سيك العائلات كيما نقولوا يتخلعوا كي يكون عندهم الطفل افيك اون ديفورماسيون، كيما نقولوا حنا باك دو ليفغ الفم الارنب. هاد كاين دي فوتو نورمالمون كلقطات يخرجوا اللي كاين دي بانون اللي ما على بالهمش باللي كاين دي زيتاب ما لازمش يتخلعوا. لا بروميير شوز اللي لازم يعرفوا سي كاين بليزيور زيتاب في لو تريتمون دي زونفون هادو، ويلحقوا ان اج ادولت وين كيكبروا وين نقدروا راح يصرى لهم نقولوا حنايا عقده نفسيه. نعم. من هذاك التشوه سورتو كي يلحقوا المسيد، سي تري امبورطون. دونك نبداو لازم ترافاي بسيكولوجيك اولا للحضر النفسي للاب والام. من بعد يكون عندك دي زيتا في العمليات، باسكو نبداو ا بارتير دو 6 موا، 6 شهور. من بعد عندك بلوزيور انترفونسيون كيما هاد الفم الارنب لي باك دو ليف. فوالا، كاين دي ديفورماسيون اللي يجوا في الاذن، دي مالفورماسيون اللي يجوا في الفم، كاين بزاف بوكو دو مالفورماسيون. انا جي دوني كيلكو فوتو، مي يا بلوزيور زيتاب. دونك واش نقولوا، نبداو لو كوتي بسيكولوجيك. من بعد كي تقبلوا هاد لي بارون هاد المرض هذا، يعني نعالجوا الحاله، يعني الوالدين اولا. نعم، نفسيا. نعم، نفسيا خلوهم باش يتاقلموا مع الحاله تاع وليدهم، حتى الوالد. نعم، يعني لازم فن المشكل. نعم، باسكو كاين والدين يجوا ماذا بهم يديروا عمليه الغد من ذاك. هذا يفوا لي باغ ايتاب، لازم نروحوا. وبالنسبه للطفل، هل فن يطلب منه علاج نفسي قبل؟ ما كاش علاج نفسي باسكو ما على بالوش، ولكن كي يلحق ابارتيغ دو ان اون دو زون كي يشوف الاطفال الاخرين يبدا يدخلوا عقده، دونك تكون عند عمليه بسيكولوج. على يعني لهنا رانا نتحدثوا على الطفل لما. نعم. يعني بعد الازدياد نتاعو. نعم. ما بعد قبل ما يلحق لا سكولاريتي لازم كنا نديروا عمليات اللي تقدمنا شويه في الترميم تاعو، اللي كيما الطفل لا فوتو اون با ا دوات ديجا خدمنا له لا ليفغ. دونك مازال لو ني اللي تخدم، النيف اللي تخدم الاج دو 16 ans، مي بين 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 لا سكولاريتي بين 6 سنين حتى 16 سنه لازم يكون دور واحد اخر تاع بسيكولوج، اللي لازم يفهموا باللي الاج دو 16 ans جراحه النيف تخدم ويعاود يتسقم. ما نلحقوش 100% كما خلق الله، سي امبوسيبل، ولكن كما نقولوا هناك شروط لنجاح العمليه دكتور. الشروط هما بون، الشروط راهي كما نقولوا يفو ريسبكتي لي زيتاب، سيتادير لاج حاجة الأولى. السن، يعني السن المثالي لخضوع أي شخص أو أي طفل لعملية تجميلية يبدأ بست شهور، ولكن عندك عندك لا ريانيماسيون انستيزي لازم يتقبل بهذا الشيء. هذه سي لو دومين تاع الانستيزيست اللي يتقبل ولا لا العملية مع الطفل هذا، ولكن نبداو 6 موا. من 6 شهور نبداو سي بليزيور زيتاب، 18 موا، من بعد 4 سنين اكسيتيرا. دونك العمليات ماشي وحدة، المشكل في هاد النوعيه تاع الامراض فالديفو ديفو سكو لي تكون بزاف عمليات، سي دي زيتاب، ماشي يعني في مش من اول عمليه. لا، ماشي كيما التجميل، التجميل فوالا، ماشي كيما التجميل النيف، واحد يجي يعاود نيفو 10 ايام توتي فيني فوالا، ولا لي بوبيير، ولا على بيا كاين اون ديفيكولتي في هذا الشيء. وعلى جيت سورتو بارلي دو سا باسكو كاين بزاف حوايج ما نعرفهمش على هذا الشيء. يفو سافوار كو سا سو في ماتنو، لي تكنيك تقدموا بزاف، والماتيريال ثاني تقدم مع الشيء. كاين، لكن دكتور كاين والدين بزاف اللي يتهاونوا على هذا الشيء ويتخوفوا، يعني يقول لك خاف اذا ما تنجحش العمليه وزيد أضرارها يعني أكثر. اضرارها اكثر. يعني كي تكون عمليه تجميل نقدروا نخموا هكذا، مي كي يكون الحاله كيما هادو
ما يا با دو سوليسيون كيما نقولوا سي ليسبوار سي ليسبوار اي حاجه اللي تعطيها له يقبلها دونك هما ماذا بهم في كي يزيد الطفل يديروا العمليه ما لكن لازم نستحفظوا بهاد لي زيتاب ولا يعني بالنسبه لك دكتور واش هي سبب كثره الاضرار من هذه العمليات التجميل؟ يعطيك الصحه سي تون قبل ما نلحق كاين حاجه امبورتونت سكو هذا التشوه هذا يجي من بليزيور فاكتور الاول سكو الام تقدر تكون بوندون لا غروسيس تحكم كيلكو مالادي كيما لا روبيول لا توكسوبلازموس على بيان كيكون طفل فيها ضغط الدم نعم كيكون طفل مريض بلا توكسوبلازموس ما لازم يتقدم ولا يتقرب مرا مع كي تكون انسانت ثانيا عندك دي مالادي جينيتيك هادو ما نقدروا نديروا لهم والو مي كاين دي تكنيك دوكا سيانتيفيك اللي يقدروا 40 جور كي تكون انسانت يديتكت افيك لاميو سينتيز كيما نقولوا نعرفوا اسكو الطفل يخرج بالتشوه ولا لا وكاين دي مالادي دو كوسونغيني فاين مالادي كي يكون لا كوسونغينيتي الزواج كي يكونوا قراب يقدروا يديروا هذا الشيء فوالا دوكا لا كيستيون تاع مدام سي كو افيكتيفمون العمليات التجميليه ولات دو بليز ان بليز فريكونت باسكو دوكا انا بلوس كونفيونس كيما نقولوا التابو هذاك راح ديجا وكاين لي شيروجيان تقدموا سا دير سو بلان تكنيك يا دو بليز ان بليز دو bon chirurgien et de meilleures techniques et c'est devenu plus facile ما ولاش صعبه كيما زمان دونك العمليات ولات خفيفه شويه احسن تطور في العمليات دونك ولي ريزولتا اللي كاين دوكا ايجابيه اكثر فوالا ايجابيه دونك صح كاين دي جيشيا كاين ما نقولوش باللي سي دو 100% بارتو في اي بلاد في العالم ما كاينش 100% كاين دي جيشيك ولكن لازم نعرفوا سي كيما نكونوا بزاف لي بوكو دو بون ريزولتا معناتها باللي الناس ولات تقدر تسلم روحها العمليات هذه صح وكاين يعني كذلك بالنسبه للاسعار كاين انه عندها طفل عنده تشوه خلقي لكن ربما ما عندهاش نقولوا المانع الوحيد انه المانع الوحيد هي الماده يعني كيفاش السعر سعر العمليه نعم. السعر يعني في الجزائر سي لي بلو با بري يعني هو لازم يكون صالح في الخارج ولا في افيك لي فوازان ديجا السعر ماشي كيف كيف اون فريمون لا ديفيرونس هي كبيره العمليات راهم صح كي نشوفوا لو نيفو دو في دي جون نشوفوا نقولوا بلي سي شير مي راهي فريمون فريمون بارابور او بري دي ماتيريو كيما نقولوا واش نستعملوا راهي سي دي بري تري با يعني فيما يخص هذا الاسعار وفيما يخص مستوى جراحه التجميل يعني هنا في الجزائر مقارنه بدول العالم يعني المشكل في الجزائر هي ماشي مشكل مستوى الاطباء الجزائريين فوالا مستوى مليح واحد لازم يصالحوا باسكو يخدموا في كل ولا ما كانوش مليح ما يخدموش في الخارج ولكن كاين دي ستاج كيفو فيغ كاين دي فورماسيون ماشي تكوين كونتينيو ماشي في نهار يقعد يتكون مره لازم تكون وتعاود تكون في البلدان الاخرين كاين بون كاين بلدان متقدمين بون هذوك ما نهضروش عليهم مي كاين دي بي اون فوا ديفلوبمون اللي عندهم ثاني كيما نقولوا لا ستركتور اللي تجي معاهم لي زوتيل اكسيتيرا اللي يوروا كيما تونس ولا المغرب يوروا باللي كاين لا شيرونجي استيتيك باسكو يجوا من الخارج مي كاين الاموال هي الاموال تاع التوريزم اللي في الجزائر ما عندناش هذا الشيء يعني في 100% اللي نقدروا اونتيغي لا كما نقولوا لي باسيون دي ليترونجي نحكوا كذلك دكتور على اهم واحدث التقنيات والتطورات في مجال جراحه التجميل والترميم كسوسوا للوجه ولا للجسم هنا في الجزائر الوغ تطورت الحاله سورتو في جراحه شفت الدهون ترميم يعني كل نهار كاين جديد مي سورتو الحوايج تاع التجميل كيما حاجه اللي تقعد بليزيوغ زاني كيما شفت الدهون نخدموا بلا غريس هذه صافي نعاود نستعملوها حاجه جديده دوبي كيلكو زاني مي راهي في الجزائر راهي تقدمت كيما في الخارج كاين بزاف الجراحين اللي يستعملوها اللي يخدموها كاين لي بروتيز كاين دوكا لا ميديسين استيتيك اللي كاين بزاف اطباء في الجزائر اللي يستعملوها ثاني كيما البوتوكس لاسيد هيالورونيك لي انجيكسيون كاين هاد الحوايج اللي نخدموا بهم الحمد لله يعني كاين تقدم وكاين لا دوموند اللي كبيره هنا في الجزائر هي جراحه النيف هذيك كيما نقولوا سي نيميرو 1 بون ما على باليش ولا باسكو الجزائر ما عندناش نيف شاف ولكن كامل في مختلف بلدان العالم دائما عندهم
90% نقولوا ما لحقوش نقولوا 50% تاع يعني اكثر العمليات التجميل هون في الجزائر تجرى عن على الانف. نعم على الانف، ولكن كما نقولوا كاين اختصاص في الاختصاص، كاين ناس اللي مختصين في الوجه، كاين مختصين في الجسم، وكما نقولوا مازال القدام، يا ان شاء الله تكون ليفولوشن في هذا الشيء مقابل لاخر تطورات هذا المجال. الاخير يعني دكتور، فقط يعني في الاخير كاين كثير اللي عندهم دائما تخوفات من عمليات التجميل، واش هي النصيحه اللي تقدمها لهم باش نختموا الحوار؟ انا النصيحه اللي نقولها لازم يفو بيان دابور لازم يسقسوا مليح الجراح، هذا هو الشيء الاول ليكسبيريونس تاعو. كاين بليزيور كيما قالوا كاين انترنت، كاين دي لور دي ميدسان وكلشي اللي يقدر يوجه الانسان، وكاين الاطباء تاعهم اللي يقدروا يوجهوهم للاطباء اللي يديروا الجراحه. وكاين ثاني حاجه مهمه لازم كيما نقولوا يفو فيغ كونفيونس على ميدسين. ما عندناش حلول بزاف، كان الطب هو حل نقولوا ماشي وحيد مي اهم حل في هذا النوع تاع مشاكل تاع الترميم التشوهات. ان شاء الله احنا كمل هذا النصائح اللي قدمتها اليوم دكتور عباد ياخذوها بعين الاعتبار، اكيد راح تكون ليك اطلالات معنا من خلال برنامجنا، ونحاولوا انه نجاوبوا على مختلف التساؤلات اللي عم يطرحوها علينا مشاهدينا على موقعنا على السوشيال ميديا. نتمنى لك بدايه يوم موفق. ميرسي بوكو.